طيب معانا عن الجانب الاخر كنت بكلم طبعا الكابتن رمضان السيد المدير الفني لبتروجيت، معانا الزميل الاعلامي ومدير الكره بنادي طبعا العاب دمنهور الكابتن صلاح العوده. كابتن صلاح محمد حياتي ليك، وحشني يا تاريخ. ايوه صوتك واطي ليه؟ قلت لك من الاول ما سمعتش كلامي. قلت لك العب. لا والله، لا الحمد لله الحمد لله. انتوا نادي محترم جدا، مجلس اداره ومدير فني وجهاز فني، وكنتوا بتحاولوا محاولات كبيره جدا، لكن يعني الامور برضو بتختلف تماما من الدوري الممتاز ب للدوري العام الممتاز. لكن ان شاء الله مع المدير الفني الجديد بعد نقول يعني اللقطه الكويسه جدا طبعا للدكتور احمد عاشور وجلوسه مع رئيس النادي في بادره محترمه جدا، والراجل استقال اللي بيدوا الفرصه لحد تاني يقدر يكمل مع نادي العاب دمنهور. بص يا محمد، انا هقول لك حاجه، يمكن فريق دمنهور من افضل الفرق اللي بتقدم كوره في الدوري لحد دلوقتي، يمكن مش هنقول بقى في الانديه كلها، لكن خليني اقول لك مبدئيا يعني الفرق اللي صارت على الاقل قدمنا مباريات كويسه جدا، كنا اقرب للفوز من الفرق اللي احنا لعبناها، حتى الفرق اللي لا وبتتطوروا يا صلاح من ماتش لماتش على فكره. انا متابع بالظبط، حتى الماتش اللي خسرناه في الاسماعيليه من المصري كنا اقرب للفوز، انت عارف الخبرات بس بتتخطف بجون فالعمليه بتهرب منهم، لكن في الاداء احنا ممكن نكون احنا افضل من الفرق اللي لعبناها في داخل الملعب. خليني اقول لك بقى الموضوع، الدكتور احمد عاشور، الدكتور احمد عاشور طبعا قدم مستوى جيد جدا مع الفرقه، صعد بالفرقه، عمل انجاز كبير جدا لفريق دمنهور. هو حاليا انت بتقول الفتره الجايه مدير فني جديد، لحد دلوقتي الدكتور احمد عاشور هو المدير الفني لفريق دمنهور، هو حاليا قاعد مع الاستاذ عبد الله رئيس النادي. قاعد مع رئيس النادي، انا شايف ان ده حاجه حضاريه وحاجه محترمه جدا. يعني الدكتور احمد يعني مش مدير فني والحاج ايهاب رئيس نادي، لا ده هم اخوات، والدكتور احمد ابن النادي وابن البلد، ويهموا مصلحه الفرقه قبل ما يهموا مصلحه نفسه. هو الراجل يعني قال لك لو انتم شايفين ان في افضل يجي يكمل انا ما عنديش مشكله، الراجل بالزبط. يعني لكن هي الاستقاله حتى الان يعني معروضه، لكن لسه لم تقبل. لم تقبل حتى الان، بس انا جات لي معلومات ان في ترشيح للكابتن محمد عامر والكابتن محمد عمر، ده صح ولا لسه؟ بص انا هقول لك بصراحه يعني عشان الناس تطمن، في ترشيحات وفي كلام حصل مع بعض المدربين بعد اعتذار الدكتور احمد عاشور على طول، تمام، لكن ده في حاله قبول الاستقاله من الدكتور احمد، هيكون في تفاوض رسمي، لكن انت عارف مفيش وقت ماتش الاهلي يوم السبت، فالدكتور احمد هم قاعدين معاه. بس انا معلوماتي يا كابتن صلاح انه هو الدكتور احمد مصر، يعني برضه عايز يشيل الحرج عن نفسه ويدي فرصه لمجلس الاداره، وانت عارف الناس عندكم في دمنهور بقى لهم سنين طويله جدا مش موجودين في الدوري، وما صدقوا انهم موجودين في الدوري وحقهم. برضه انا هقول لك حاجه، هو الدكتور احمد يصر او ما يصرش الموضوع مش بايده هو، ده فريق البلد، سواء ان هو الناس عاوزاه فلازم يبقى موجود، حتى لو هو عايز يمشي والناس عاوزاه لازم يبقى موجود. لو هم كلهم المجلس وهو شايفين ان مصلحه الفرقه ان الدكتور احمد ما يكونش موجود، هو اول واحد هيمشي وهيقول انا هيساند، وهيقعد مع المدير الفني الجديد ويقف معاه ويشرح له قصص الفرقه كلها، فين ضعفه وفين قوته، هيقعد يعني الدكتور احمد اصلا. طب انا عندي معلومه، الكابتن محمد عمر والكابتن محمد عامر مرشحين. فعلا يعني من ضمن الاسماء مرشحه كابتن محمد عامر وكابتن محمد عمر مرشحه بقوه، لكن في حاله انتهاء القعده دلوقتي ما بين رئيس النادي ودكتور يعني عشور. ممكن في سياق الحلقه كابتن صلاح نتابع معاك ما وصل اليه مجلس اداره مع الدكتور احمد عاشور؟ ممكن طبعا، ممكن طبعاً. يعني في خلال نص ساعه بالظبط تكون الموضوع انتهى، وان شاء الله باذن الله بنسبه كبيره يكون الدكتور احمد عاشور موجود. لكن خليني اقول لك يا محمد عشان الناس برضو تبقى عندها المعلومه كامله، هيبقى في تعديل كامل في الجهاز الفني والاداري بما فيهم، ممكن يكون انا كمان يعني ممكن يكون في تعديل كامل. صلاح دي برضو شفافيه، يعني انت انك بتقول الموضوع ده، انت انا عارف انك بتحب نادي دمنهور وكنت هتترشح في يوم من الايام على دود مجلس اداره، ده برضو لا يقلل منك انك انت تبقى موجود او مش موجود، المهم انك انت تبقى محب لنادي دمنهور. لا طبعا انا يهمني مصلحه الفرقه، وسواء انا موجود او مش موجود طبعا يهمني الفرقه تكون موجوده بشكل كويس في الدوري، انت عارف احنا في الاعلام وشايفين الدنيا ماشيه ازاي وشايفين الناس بتتكلم عن الفرقه ازاي. صلاح اسمح لي هنتواصل معاك من خلال الاعداد، يعني نشوف برضو نهايه الجلسه وصلت لايه، هل الكابتن احمد عاشور مكمل او الكابتن محمد عمر هو المدير الفني الجديد للعب دمنهور. ان شاء الله تحت امرك يا محمد. الكابتن صلاح العوده مدير الكره بدمنهور، شكرا جزيلا. انا بقول اهو الكابتن محمد عمر هو الاقرب للعب دمنهور في حاله طبعا قبول استقاله الدكتور احمد عاشور.